احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده ال 33 النهاردة، وأشهر باحتفاله وبالحفلة اللي عملها في البيت على حساباته على السوشيال ميديا، على الرغم من حالة الحداد اللي موجودة في كل مكان على الفنان الراحل سمير غانم. محمد رمضان عمل ضجة كبيرة بسبب رسالته والنعي اللي كتبه للراحل على حسابه على انستجرام، واللي كان عبارة عن فيديو لسمير غانم وهو في لقاء لأحد البرامج التلفزيونية، وهو بيشكر في محمد رمضان وبيقول عليه نجم كوميديا جميل. وعلق محمد رمضان على الفيديو وكتب: الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا الأستاذ سمير غانم، متعتني كمشاهد وشهدتك في تاريخي وسام أتشرف بيه طول عمري، ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك. نجم الكوميديا في جيل الشباب محمد رمضان، إنسان جميل، شاب جميل وقلبه أبيض وبتاع. إنما انهالة التعليقات والهجوم على البوست بينتقدوا محمد رمضان انه منزل البوست عشان يشكر في نفسه مش عشان ينعي الراحل، وناس قالت انه اناني وبيحب نفسه بطريقة مش طبيعية، حتى انه بيستغل الموت عشان يمدح في نفسه. وبعد كل الضجة دي محمد رمضان تجاهل الامر تماما وما ردش على اي حد منهم، والنهاردة بيحتفل بعيد ميلاده ال 33 في حفلة عائلية في البيت مع زوجته واولاده، ونشر فيديوهات وصور للحفلة على حسابه على انستجرام وعلق عليها: كل سنة وانتم معايا.